سيداتي سادتي، مرحبا بكم، أسعد الله نهاركم أينما كنتم. احنا اليوم في ريزيدانس الورد، ريزيدانس في حمام ياسمين الحمامات. ماناش بعد برشا على المارينا، دونك اكسيسيبل ا بيي، وعندنا دوبلكس في ريزيدانس هذه للبيع. سيامو سينيوري سينيوري بونجورنو، سيامو دا مامات سود جاسمين مامات، اي سيامو دنترو لا ريزيدانس وورد. Abbiamo un duplex in vendita, non è lontano dalla marina, si può andare a piedi. Il duplex è mibni alla misaha 206 metri murabba, 206 bin al misaha jnina o misaha mibni alla o l'espace comma. والمساحة الخارجية 101 والمساحة المبنية 131 متر مربع بين لوطا والفوق. Questo duplex è costruito su un terreno di 206 metri quadrati. La superficie del costruito è 131 metri quadrati. مساحة المبنية 131 يتمثلوا في duplex هذايا. فيه كما تشوفوا توا ندخلوا عندنا جنينة ولوطا، عندنا صالون كويزين سالدو، والفوق عندنا أربع بيوت نوم سالدو وفيهم واحدة سويت. عندنا كويستو دوبلكس كومبوني دي اون سان نل بيانو تيرا، اون صالون كوتشينا بانيو، e nel piano primo quattro camere da letto. Ci sono c'è un bagno nel piano terra e due bagni nel piano primo. Dunque superficie 206 metri quadrati sul terreno costruito 131. Il sar mafu, il duplex è 550.000 dinar. Prezzo richiesto è 550.000 dinari. نعمل دورة توا، possiamo fare il tour di questo duplex.